الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. في سابقة خطيرة، مسيرات تخترق جدار النجف الأمني لأول مرة منذ عقدين، 3 ضربات جوية تستهدف مخزنا للعتاد. قمة الكاظمي وبايدن على صفيح الصواريخ، إعلان وشيك بتحويل المهام القتالية إلى استشارية، سيناريو أفغانستان لا يتكرر. بين جرف وجرف، عزم يمد الجسور والآخرون ينشغلون بالصخور، الخنجر يؤكد لا حياد عن ملفات النازحين والمغيبين. كورونا يخترق مناعة العراق ويسجل الحصيلة الأعلى، 12,000 إصابة وشبح الحظر الشامل يحوم في المحافظات. 3,000 عائلة بلا مستشفى في 7 كيلو، المرضى يقطعون 5 كيلومترات للعلاج ويتساءلون أين مخصصات الصحة. أهلا من جديد. البداية من التطورات الأمنية المتسارعة في النجف، حيث أفادت مصادر أمنية بوقوع 3 انفجارات عنيفة داخل مخزن للأسلحة والأعتدة تابع لفرقة الإمام علي في معسكر الديوك غربي المحافظة، فيما توجهت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق. المصادر أوضحت أنه لم تعرف بعد الخسائر التي خلفها الانفجار، فيما وصلت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث وباشرت في إخماد النيران. وعلى الفور أعلنت قيادة فرقة الإمام علي في النجف أن الانفجار الذي وقع في مخازن الأسلحة ناجم عن استهداف طيران مسير على أحد المعسكرات التابعة للفرقة في المحافظة. قيادة فرقة الإمام علي أوضحت أن طائرة مسيرة قامت بقصف أحد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 ظهراً، قبل أن تعاود الاستهداف لنفس المعسكر في تمام الساعة 5:30، مبينة أن عملية استطلاعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم سبقت استهداف المعسكر المذكور، لافتة الانتباه إلى أن القصف أسفر عن إصابة 3 عناصر. تفاصيل المستجدات الأمنية في محافظة النجف مع مراسلنا من هناك مثنى العيساوي. في تمام الساعة 3:30 قامت إحدى الطائرات المسيرة بقصف معسكر الديوك التابع لفرقة الإمام علي القتالية المنضوية تحت الحشد الشعبي، وعاودت هذه الطائرة قصف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 بحسب البيان الذي نشر من قبل فرقة الإمام علي القتالية. هذه الطائرة كانت تستطلع المكان بدقة في صباح اليوم الاثنين بحسب البيان، وقامت بقصفه لمرتين متتاليتين. هذا المعسكر وهذه هذا المكان بالتحديد يحتوي على أنواع متعددة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحتى الأسلحة الخفيفة وبمختلف مسمياتها وبمختلف أعتدتها. يبعد عن أقرب الأحياء السكنية وعن أقرب المجمعات السكنية أكثر من 30 كيلومتر تقريبا، لكن الأعتداء غير المنفلقة قامت بالتطاير على هذه الأحياء السكنية، وخصوصا بالقرب من أحد المجمعات الذي يسمى مجمع بيتي السكني. وأيضا فرقة الإمام علي قالت في البيان أنها ستقوم بنشر معلومات إضافية جديدة في حال توفرها. هذا وتداول مواطنون في النجف مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ التي لم تنفجر على مجمع بيت السكني في محافظة النجف الأشرف. السلام عليكم. هذا صاروخ حاليا وقع مجمع بيتي. طبعا للمعلومات أكثر من صاروخ وقع اليوم بالمجمع، ظهر المجمع على الحزام الحولي الجديد مع النجف الأشرف.
ما نعرف شنو التفاصيل، اكو صواريخ وقعنا على بيوت، وهذا حاليا المجمع بيتي وقع قبل ربع ساعة باعوا داخل مجمع بيتي بالنجف الأشراف. إلى ذلك وجهت قيادة شرطة محافظة النجف نداء لغلق الطرق في المناطق المحيطة بمكان الانفجار خشية تعرض المواطنين لخطر الإصابة بشظايا الأكداس والصواريخ المنفجرة جراء القصف الذي استهدف مخزن عتاد لفرقة الإمام علي. بلغني مدير الشرطة قضية الجماعات السكنية، أنا السيطرة تامة على الدور السكني يعني المواطنين دوريات النجف من خلال الله سبيكر خلت نبه المواطنين الله يبارك فيك وغلق الشارع القوسي بالكامل واضح السيطرة للسيد واحد نجف استلم السيد بالنسبة للشارع القوسي حاليا مغلق وكذلك الحول مغلق ابتداء من الحول الشمالي وكذلك القاطع الجنوبي مغلق بالكامل والسيد مدير الاستخبارات ضمن الشارع القوسي وجهنا له تعزيز بالوقت الحاضر مغلق غلق تام السيطرة للسيد القائد السيد رجع أنا أسمع من داخل المحترم هو المعمول دي الخوص مغلق سيد واحد استخبارات أيضا موجود أنا موجود في منتصف القوسي المجمعات السكنية خمس دوريات حاليا موجودة من نجدة منع خروج المواطنين باتجاه المنطقة الحولي أو القوسي وحاليا يعني هاي المواقف إن شاء الله بعد السيطرة نسيبهم خبر. أما الآن ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ حيدر البرزنجي. أهلا بك أستاذ حيدر. طبعا سنرجع السؤال عن توقيت الاستهداف ليتقدم عليه سؤال يتعلق بمكان الاستهداف نظرا لأن المعسكر يقع في محافظة النجف وهذه المحافظة لها قدسيتها، ما الرسائل، ما الأهداف، وماذا عن توقيت ذلك الاستهداف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ولسؤالك الذكي الفطين، وهي الرسائل قبل أن يكون الاستهداف. حقيقة الرسائل أنا أعتقد أنها واضحة، الرسالة هي لمؤسس الحشد ولمكانة مدينة النجف الأشرف ولكون المرجعية هناك، ومعروف حضرتك تعرفين والعالم يعرف ما هي مكانة النجف، وخصوصا من المستهدف ومن المستهدف. المستهدف بحسب ما قيل وبحسب ما تم إذاعته الآن في أكثر من وكالة، وحقيقة حتى يعني أنا اطلعت حتى على الموقف البريطاني اللي يمنع اليوم يمنع رعاياه من السفر خارج العراق إلى العراق، هذا أولا. ثانيا الاستهداف إلى فرقة الإمام علي التي تعد موقعها وجغرافيتها في مدينة النجف الأشرف، أنا أعتقد أن هذا الاستهداف هو استهدافا دينيا عقديا قبل أن يكون استهدافا سياسيا. لماذا؟ لأنه المستهدف هو الكيان الصهيوني، واستهداف مدينة النجف الأشرف ورمزية مدينة النجف الأشرف لكل العراقيين ليس فقط لطائفة دون أخرى، هذا واقع حال. لأنه مرجعي عندما أصدرت فتوى أصدرتها لكل العراق، لم تصدرها للشيعة فقط من يعني بعيدا عن السنة. بالنتيجة أرى أن مسلسل الاستهدافات سوف يستمر. التوقيت الآن لدينا مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم وصل رئيس الوزراء وقبل قليل يصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق طبيعة الاستهداف وطريقة الاستهداف، ويعني هناك مسلسل محبوك وترى أنه الأحداث تتوالى يوما بعد يوم من استهداف متوالي لهذا البلد، سواء كانت بالتفجيرات بحرق المستشفيات باستهداف الكهرباء ثم انتقلت إلى الاستهداف المباشر بطريقة الصواريخ. إذن لا يوجد حشد عتبات وحشد ولائي، الحشد واحد والاستهداف واحد. طيب، يعني سؤال مهم يتعلق بما تفضلت بالإشارة إليه أستاذ حيدر، الاستهداف سيتكرر كما تفضلت، بالمقابل نتوقع ردا في الفترة المقبلة، وشكل ذلك الرد
يعني تعرفين حضرتك الرد يتعلق بقضية معينة، ألا وهو أنه الرد لا يمكن أن يكون من خلال يعني إلا من خلال الجهات الرسمية الحكومية. بالنتيجة اليوم نحن نتوقع حقيقة أنه الرد يكون كما كان في السابق، يعني ليس بالضرورة أن يكون اليوم أو غدا. استراتيجية الرد تحتفظ بها القوات الأمنية، لكن عندما لا يوجد رد مستمر وعندما تكون هناك انتهاكات مستمرة والحكومة تصمت كأنه على رأسها الطير ولا تتحدث بأي بطريقة تحفظ كيان الدولة وهيبة سيادة الدولة، ومن جهة الأتراك يعني ينتهكون حرمة كردستان والعراق، ومن جهة الأمريكان يقصفون، ومن جهة أخرى الإسرائيليون يستبيحون سماء العراق وأرضها، حقيقة يجب أن يكون هناك رد. وهذا ليس فقط الحكومة وحدها، المؤسسة التنفيذية كذلك. نعم. طيب أستاذ حيدر، يعني بالعودة إلى المسلسل الذي تحدثت عنه، مسلسل محبوك، وبودنا أن نسأل هل هناك يعني محاولات لخلط الأوراق على السيد مصطفى الكاظمي، وهل للأمر علاقة أو لماذا يأتي الآن في ضوء الحديث عن تحويل مهام القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى استشارية؟ نعم، حقيقة أنا أقول أنه المشكلة الكبرى هي ليست الآن، يعني ليست قضية في زمن السيد كاظمي، ليست في حكومة الكاظمي، تم استهداف في زمن حيدر العبادي، في زمن السيد عادل عبد المهدي، والآن أيضا الحشد يستهدف مرة أخرى. هذه القوة، هذا الكيان الذي حقيقة أسس إلى معادلة ردعية صدعية يعني متغيرة وأفشل جميع المخططات، عليه أن يدفع ثمن. لا يجب أن يكون للعراق قوة. الآن تعرفين حضرتك إحنا ما نمتلك وسائل دفاع، يعني ماكو بلد في العالم. طيب أين إذن بالتالي الحديث عن السيادة كلام فارغ أستاذ حيدر؟ طبعا. ماذا عن الأموال بالتالي الموضوع التي أنفقت على هذا القطاع، على تطوير منظومات الدفاع؟ على أحسنت. حقيقة إحنا كان تعاقدنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ويفترض أن يكون التسليح أمريكي، لكنها أمريكا نكلت وكذبت ولم حقيقة لم توفي بعهدها وبوعدها. أعطتنا 150 دبابة برامز حتى وقودها من الولايات المتحدة الأمريكية، تصور. هذا أولا. ثانيا طائرات الاف 16 اللي تصرف. نعم. هذا التعطيل وهذا التأطير، إذن قضية السيادة كما تفضلتي هي أيضا سالبة. لماذا؟ لأننا لم نستطع أن نمأسس إلى مؤسسة متكاملة، أقصد هنا مؤسسات دولة، مؤسسة تشريعية ومؤسسة تنفيذية تحفظ ماء وكرامة البلاد. إلى متى يبقى هذا الانتهاكات؟ تبقى هذه الانتهاكات، وإلى متى يبقى أبناء الوطن يدفعون الثمن بكافة تفاصيلهم، لا سيما الحشد الشعبي؟ اليوم الحشد يستهدف، غدا قوة أخرى تستهدف. لكن لاحظت جنابك كل الاستهدافات تتم عن طريق أو لإضعاف قوة الحشد الشعبي. لكن أنا أعتب هنا على خلية الإعلام مع الأسف الشديد، الآن تصدر بيان تقول أنه قضية سوء تخزين وكذا. هل علينا أن دائما نبرر مثلا أو نكرر أنه هذه القضية قبل أن يتم التحقيق؟ كيف بنا وهناك مصادر حقيقة هي من تقول؟ يعني إلى الآن الروايات متضاربة للأسف الشديد. نعم. طيب حتى لا ندخل في تضارب الروايات أو البيانات الرسمية وما من الممكن أن يفهم من وراء ذلك، لماذا لا يتم ولعلها نقطة الشروع أستاذ حيدر العمل على دفاعات جوية، يعني نظرا لحجم الاستهدافات المتكررة سواء كما تفضلت للحشد الشعبي أو حتى لغيره؟ أمريكا تمنع، الولايات المتحدة الأمريكية منعت أن نذهب باتجاه روسيا، وهذا أيضا واضح. وطبعا في زمن السيد عادل عبد المهدي أعتقد راد أن تكون هناك صفقة أسلحة، حتى مع الصين منعت. قضية الكهرباء منعت، وهذا واضح ما صرح به السفير الألماني في بغداد. إذن هذه القيود
وهذه المحاورة والمناورة الأمريكية أنا أعتقد أنها كذبة كبيرة يحاول تصديرها البعض إلى الشعب العراقي. لماذا؟ لأنها هي من تمنع العراق من التسليح، مر بدعوى أنه دول الجوار تخاف على أمنها القومي لأنه العراق عنده تجربة سيئة. تلك أمة قد خلت، ذاك نظاما قد ذهب وولى. الآن عراق جديد، نظام ديمقراطي لا يريد أن يدخل بحروب ومعارك ومهالك مع الدول المجاورة. إذن هذه أيضا كذبة روجت بأنه دول الجوار غير مطمئنة لتسليح العراق. مرة أنه لا، الكردستان غير مرتاحة وغير راضية عن هذا الأمر. نعم، هذا فيما يتعلق يعني الطرف الآخر، لكن ماذا يعني بشأن العراقيين أنفسهم؟ يعني ما الذي يحول دون تطوير تلك الدفاعات يعني لوقف الجوي. مثل هكذا هجمات، نعم الدفاعات الجوية لوقف مثل هكذا هجمات. هو أنا قلت لجنابك الولايات المتحدة الأمريكية تمنع أي صفقة أسلحة، وطبعا منعت قضية حتى تركيا، يعني تركيا تصوري أرادت الـ S-400، صار هناك اختلال بالاقتصاد وصارت مشكلة كبيرة. نعم. وجنابك مطلع. نعم. فكيف بالعراق وتركيا تمتلك أدوات هو نعم. أكثر من ما يمتلكها العراق. الولايات المتحدة تريد العراق أن نعم. يبقى صاغرا مستصغرا ممنوع أن يمتلك سيادة، أن يبقى تابعا خاضعا لها، والإرادة السياسية المتشابكة وهذا الضعف والتمزيق النسيج السياسي هو الذي أدى إلى أنه تستفحل أمريكا في البلد، ولم لم تستطع وحدة الإرادة السياسية أن تذهب باتجاه تنوع مصادر التجهيز العسكري. نعم. المحلل السياسي الأستاذ حيدر البرزنتشي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. إلى أبرز تطورات زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع خلال لقائه مع الكاظمي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة له على موقع تويتر أنه يتطلع لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق والعمل مع الكاظمي لترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين. في بيان تفصيلي أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ظهر اليوم في المكتب البيضاوي ضمن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قاد مبادرات دبلوماسية لإعادة العراق لمحيطه وعلاقاته، مبينا أن الكاظمي ساعد في تسهيل المحادثات المباشرة بين السعودية وإيران في بغداد، واصفا الكاظمي بأنه قائد استثنائي ذو عقلية دبلوماسية تركز على إيجاد الحلول للمشكلات. في تلك الأثناء توقع خبراء سياسيون أمريكيون أن يستغل الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للضغط عليه للقيام بدور أقوى في الحد من هجمات الطائرات المسيرة ضد القوات الأمريكية في العراق. ونقل موقع واشنطن تايمز عن الأستاذ في جامعة فلوريدا أتلانتيك روبرت رابيل أن العراق لا يتخذ موقفا متشددا ضد أمور لا تخدم مصلحة البلاد، وأن رئيس الوزراء العراقي مؤيد للولايات المتحدة لكنه أيضا قومي ومؤيد لبلده وشعبه. كما أوضح أن الكاظمي لا يفعل ذلك ضد إيران، والعراق بحاجة للعمل بتوافق وتناغم، في حين لفت الانتباه إلى أن الكاظمي يريد تحسين وضع العراق لكنه واجه الكثير من التحديات. في أثناء ذلك رجحت وكالة فرانس بريس أن يتصدر ملف القوات الأمريكية في العراق لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في واشنطن، مشيرة إلى أن الجانبين سيعلنان عن تخفيض عدد القوات الأمريكية دون الإشارة إلى أي انسحاب للقوات من العراق. وأوضحت فرانس بريس أن الكاظمي يأمل الحصول على تعهد أمريكي بإعادة تقويم وجودها في العراق، لافتة النظر إلى أنه من غير الوارد بالنسبة لواشنطن أن تتخلى عن العراق وسط النفوذ الإيراني الراهن، وبالتزامن مع مباحثات ثنائية تخص إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني.
أما الآن ينضم إلينا من واشنطن أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية في السليمانية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. اللقاء هو الأول الذي يجمع الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو اللقاء الأول بين الرجلين، مديات ذلك اللقاء على الصعيد السياسي والأمني؟ شكرا على هذه الاستضافة. طبعا الملفات الرئيسية وتم الحديث فيها يعني قبل هذا اللقاء، وكان هناك وفد عراقي قبل مجيء رئيس الوزراء، يعني هذا هو اللقاء الأهم. الأشياء ستقال فيه، الذي تقال فيه تعبر عن آراء رؤية وجهة نظر الرئيس الأمريكي. أعتقد النقطة الأساسية والمهمة التي سيثيرها الرئيس بايدن وحماية القوات الأمريكية في العراق. يعني هناك نطاق أمريكي، هناك انزعاج أمريكي من عجز الحكومة العراقية عن توفير الحماية الكافية للقوات الأمريكية. هذا يضع الولايات المتحدة في موقع أن عليها هي أن تقوم بالحماية، وهذا يعني طرد الذين يقومون باستهداف المصالح الأمريكية، وهذا يؤدي إلى تعقيد موقف أمريكا في العراق وإضعاف الحكومة العراقية. هذه حقيقة الإشكالية الرئيسية. الطرفان متفقان على كل شيء تقريبا، متفقان على عدد القوات، على مهمة القوات، على، لكنه الخلاف هو هنا. لحد الآن السيد الكاظمي يتبع وسائل سياسية دبلوماسية مؤسساتية لضبط الفصائل المسلحة التي تستهدف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية. الأمريكيون يشعرون أن هذه الأدوات ليست كافية ولم توفر الأمان لهذه القوات. يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاقية مع الفصائل، بعد شهر أو شهرين هذه الاتفاقية يتم خرقها. فأعتقد أنه هناك نفاذ صبر أمريكي من الأساليب التي تبعت لاحتواء الفصائل، يعتبرونها غير ناجعة. وأعتقد سيضغطون، سيطالبون بأجوبة أدق ووسائل. نفاذ الصبر الأمريكي ما الذي يعنيه دكتور عقيل، خاصة في تلك الجزئية المتعلقة بحماية القوات الأمريكية الموجودة في العراق بشكل عام، المؤسسات الأمريكية الموجودة في العراق؟ أعتقد يعني أمران، عندما يصل الأمريكان إلى طريق مسدود بخصوص هذا الموضوع، أعتقد لديهم خياران: سحب القوات الأمريكية تماما يعني بعد نهاية هذا العام والاتفاق عموما إلى نهاية هذا العام، أو خيار آخر هو أن تتولى أمريكا بنفسها حماية مصالحها قواتها في العراق، بمعنى الدخول بمواجهة مع الفصائل المسلحة. وهذا طبعا خيار لا غير مفضل في واشنطن، تفضله الفصائل، لأنه هذا يعني يعطيها اعتبارا إعلاميا وإيديولوجيا كبيرا. هي تقاتل الولايات المتحدة، هي تريد أن تحرر العراق، يعني هي لديها سردية خاصة بخصوص المقاومة والتحرير. فيما الحكومة العراقية، وأنا أعتقد معظم المجتمع السياسي العراقي، لا ينظر للقوات الأمريكية على أنه احتلال ونحن بحاجة إلى تحرير البلد من احتلال. هذه القوات موجودة في مواقع عراقية بموافقة الحكومة العراقية، تؤدي مهمات تطلبها منها الحكومة العراقية. لكن نحن نعرف يعني العراق أصبح ساحة لصراع إيراني أمريكي، وهذه الفصائل متحالفة مع إيران، يعني تقدم خدمة مجانية للمصالح، للموقف الإيراني في العراق. يعني هذا هو واقع الأمر. كيف يتكيف السيد مصطفى الكاظمي مع تعقيدات هذا الأمر؟ أعتقد مهارته ستختبر في ضوء المنحيين. دكتور عقيل، يعني إما أن تقدم القوات الأمريكية على سحب قواتها بنهاية هذا العام، أو أن تقوم هي بعملية حماية قواتها على الأراضي العراقية. في ظل هذا الحرج الذي وقعت فيه الحكومة العراقية، يعني بودنا أن نقرأ المنحيين من خلالك. أنا أفترض أنه السيد الكاظمي يعني في جعبته سيقدم شيئا جديدا للأمريكان بخصوص ما الذي سيفعله
لحماية القوات الأمريكية بعيدا عن الأساليب القديمة. أعتقد هو يدرك تماما هناك نقاط صبر أمريكي وأنه عليه أن يأتي بشيء جديد. من الصعب قراءة المستقبل، لكن هو أعتقد الذي سيقدمه شيء من ضمانات سياسية وضمانات مؤسساتية. الدول العراقية ستكون أكثر فاعلية في مطاردة الذين يقومون بهذه العمليات من دون بالضرورة الدخول في مواجهة مع الفصائل المسلحة. لن تستطيع الحكومة بتقديري أن تمنع تماما الضربات الصاروخية أو بطائرات المسيرة التي تقوم بها الفصائل، لكن بإمكانها أن تقللها وتجعل الفصائل تدفع ثمنا سياسيا كبيرا بسبب القيام بهذه العمليات. يعني كلنا نعرف يعني موقف هذا الفصائل من الموضوع. الخيار الآخر هو انسحاب. الانسحاب الكامل أنا أعتقد لا يفضله الأمريكان، ينظرون إليه على أنه سيبدو هزيمة انصياعا لإرادة إيران. بالتالي سيعملون مع الحكومة العراقية من أجل تقوية خيارات الرد ضد الفصائل المسلحة عند استهدافها للقوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق. نعم، يعني حتى وإن كان هناك حديث دكتور عقيل يتعلق بكون العراق ربما اليوم في خانة متأخرة بالنسبة لأولويات واهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية، حتى رغم أن جو بايدن يعني ضليع بشؤون العراق والمنطقة. أنا متفق معك، العراق ليس أولوية مهمة للولايات المتحدة، لكنه هناك رغبة حتى وإن لم يكن هناك رغبة للعمل مع هذه الحكومة. هناك إحساس أمريكي، إحساس غربي عموما، أن البلد يمر بتحول أساسي مهم، وهذا التحول سيكون عبر الانتخابات. هذه الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى بدايات ولادة طبقة سياسية جديدة. طبعا لا نعرف، علينا أن ننتظر ونرى. ما أن أقول أنه في خلال الأشهر المقبلة بسبب هذا التحول الذي يمر به العراق كما يعني يراه الغربيون، لن تكون هناك أي تحركات سياسية غربية أمريكية تقوض حكومة السيد الكاظمي أو تسحب القوات الأمريكية. علينا أن ننتظر الانتخابات والمعادلة السياسية التي ستظهر منها، وأنا أعتقد الأمريكيون أنفسهم يترقبون نتيجة هذه الانتخابات، لأنهم يدركون أنه جزء من حل إشكالية الفصائل هو تغيير البنية السياسية العراقية، وجزء منها دعم لهذه الفصائل. نعم، توضحت الصورة. أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية في السليمانية الدكتور عقيل عباس، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. وإلى آخر التطورات السياسية، وتحديدا من تغريدة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر، حيث أكد أن النفوس العالية تجهد حالها من أجل منجز وطني يعيد الإخاء بين العراقيين. وقال إنه ومنذ دخوله للعملية السياسية وهو يطالب بحل ملفات النازحين والمختفين قسرا وغيرها من الملفات الخطيرة على السلم المجتمعي، مضيفا أن منصبه بين الأهالي رهن إشارتهم، ولن يلتفت يوما للأصوات التي تحاول أن تعطل ذلك المسار، مختتما تغريدته بوسم جرف الصخر. أكد عدد من قياديي المشروع العربي وتحالف عزم في محافظة الأنبار أن الإنجاز الذي تحقق في إرجاع نازحي جرف الصخر كان من أولويات التحالف وضمن أجنداته ورؤيته السياسية، فيما شددوا على أن الخطوة المقبلة ستكون بكشف مصير المغيبين وإنهاء ذلك الملف الذي استمر أيضا لسنوات طوال. جمهورنا بأننا سنستمر بذات النهج، مطالبين بحقوقهم، مطالبين بما يحفظ كرامة المواطن العراقي وبما يعزز وحدة البلد شعبا وأرضا. هذه الخطوات لأنها كانت قضية من قضايانا، ولأنها كانت هدفا سامي، وقد بذلنا الجهود الكبيرة وخصوصا متمثلة بجهود الشيخ خميس الخنجر زعيم
تحالف عزم الذي كان لفعالياته الأثر الكبير في هذا الإنجاز، نعتبره إنجاز وطني لكل العراقيين، وهذا سيكون خطوة أولى وليست التوقف عند هذه الخطوات. موضوع المغيبين لن يذهب عنا بعيدا، وكما طالبنا سنطالب به ونستمر بالمطالبة، وكما أنجزنا في موضوع جرف الصخر الذي يعتبر الملف الأصعب والأقوى، لأن ملف جرف الصخر ليس مسألة نزوح فحسب، بل مسألة أضرار ومسألة تعويض النازحين ومسألة عودتهم ومسألة مغيبين. من أولويات المشروع العربي بعد متابعة ملف جرف الصخر ستكون متابعة ملف المغيبين في محافظة الأنبار. نسأل الله أن يوفقنا لما هو خير للجميع. بعد حلحلة ملف إعادة النازحي جرف الصخر، من أولى أولويات تحالف عزم هو إظهار المغيبين الذين مر على تغيبهم ما يقارب على أكثر من 5 سنوات، وعوائلهم تعاني الأمرين لعدم وجود معيل لهم، حيث سيكون التركيز على العمل على كشف مصيرهم وإعادتهم إلى عوائلهم بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. أصدر تيار الشباب المدني بيانا حول آخر مستجدات ملف جرف الصخر، وذكر التيار أن مبادرة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر بإعادة نازحي جرف الصخر خطوة جريئة وغير مسبوقة، ولا تعد ضمن الوعود الانتخابية التي اعتاد عليها المواطن، وبين أنه تم رصد محاولات من قبل ضعاف النفوس للحؤول دون عودة النازحين إلى بيوتهم لأغراض دنيئة. وأعلن تيار الشباب المدني دعمه الكامل لتحالف عزم بعدما لمسه من صدق نواياه. بخطى ثابتة يواصل رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر كسر الجمود السياسي وتحقيق تطلعات المناطق المحررة من خلال حوارات فاعلة مع القوى المؤثرة بعيدا عن المهاترات. لنتابع معا. يخطئ من يعتقد أن مدى قياس وطنية السياسي يكمن في مدى تقاطعه مع الآخرين، ويخطئ من يعتقد أيضا أن حقوق الجماهير يؤتى بها من خلال الشعارات فقط. حالة الجمود في المشهد السياسي العراقي كسرها رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر في جرف الصخر، فما بين جرف وجرف نجح الخنجر في إيصال الجسور، بينما انشغل الآخرون بوضع الصخور. فالحوارات الداخلية الماراثونية التي خاضها مع القوى الوطنية الفاعلة بددت كل العراقيل المتراكمة منذ 7 سنوات، وأنهت مأساة جرف الصخر بوضع جداول زمنية مرتقبة لعودة كل النازحين إلى أراضيهم ومزارعهم آمنين. ما حققه تحالف عزم في جرف الصخر القضية الإنسانية الوطنية ذات الأبعاد الأمنية المعقدة، يكشف عن وجود حنكة سياسية شعارها استحصال الحقوق بعيدا عن المهاترات، وهو منهج اتخذه الشيخ الخنجر منذ دخول العملية السياسية، غير أن هذا النهج لم يرق لتجار الأزمات الذين بدأوا حرب التشويش والتسقيط. وبحسب متابعات، فإن الثقل الذي يشكله تحالف عزم سيجعل منه رقما صعبا خلال الفترة المقبلة، متسلحا بخطوات تصحيح الأوضاع سيما في المناطق المحررة التي تشكو سطوة الفاسدين. في بغداد هاجمت مجموعة مسلحة المرشحة عن تحالف عزم نور الجحاشي، وذلك بعد اختتامها مؤتمرا نسويا في دائرة الدورة بالعاصمة. تحدثت مصادر عن احتمالية أن يكون الاعتداء مدفوعا لا سيما بعد الحملات الممنهجة الأخيرة التي كانت تستهدف تحالف عزم إثر تحقيقه إنجازا كبيرا في حلحلة ملف عودة نازحي جرف الصخر. وكشفت المرشحة عن تحالف عزم نور الجحاشي لقناة الفلوجة عن تفاصيل الاعتداء المسلح الذي تعرضت له مع كادرها في منطقة الدورة، مؤكدة أن الاعتداء نفذ من أشخاص من خارج المنطقة وأحدث إصابات في صفوف مرافقيها.
بعد انتهائي من مؤتمر ل 500 عائلة من منطقة الدورة للنساء فقط، وتوجهي إلى مقر تحالف عزم، جهة مجهولة مسلحة تعرضت لي علي، واني ما أزم أنه من أهل الدورة، وأؤكد أنهم من خارج منطقة الدورة، لأن العوائل أكثر من 500 عائلة من أهل الدورة ناس وجمهور محب، وإحنا اليوم أهل الدورة واقفين مع النظام ومع القانون، فأزم دولة خارجين عن المنطقة خلاص. وأتمنى من القوات الأمنية اللي ماسكة أمن وحفظ المنطقة أنه يوصلون إلى نتيجة. مسدس أنا اللي شفت الولد اللي شهر علي المسدس هذا، وجهه ما راح أنساه طول عمري. أوصل له رسالة أقول له أني ماضية بموقفي وماضية بعزيمتي وما راح أتوقف، وإسلاحك ما يخوفني. في أعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخول جائحة كورونا إلى البلاد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الصحة في بيان تسجيل 12,180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 60 شخصا متأثرا بمضاعفات الوباء، فيما تماثل 9,966 شخصا للشفاء من الفيروس. فيما يواجه العراق تفشيا غير مسبوق للفيروس، لا زالت وزارة الصحة تدار بنظام الوكالة من قبل وكيل الوزارة هاني العقابي، وذلك بعد استقالة الوزير السابق على خلفية فاجعة مستشفى ابن الخطيب. أعلنت خلية الأزمة النيابية جملة توصيات بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا، داعية إلى الإسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المشافي ومراكز وردهات العزل. الخلية أكدت أن أبرز توصياتها أن ضرورة دعم معامل إنتاج الأكسجين وتأمين خزين مركزي منه لوزارة الصحة، والعمل على توسيعة خزانات الأكسجين في مستشفيات ومراكز العزل كافة. كما شددت الخلية على محاسبة كل من يروج ضد استخدام اللقاحات أو يشكك في طريقة خزنها دون تقديم أدلة، فيما دعت لتكثيف الحملات الإعلامية التي تشجع المواطنين على التوعية الصحية وأخذ اللقاحات. طالب أهالي الأنبار بالتحقيق العاجل في قضية أرقام الإصابات بفيروس كورونا المعلن عنها في المحافظة، فيما اعتبروها وهمية ولا تعكس واقع الإصابات المتزايدة بشكل كبير، محذرين من كارثة صحية وشيكة. لأن أرقام ما جاءت تطلع حقيقية، يوم أرقام صاعدة يوم أرقام نازلة، فارتباك جاي يصير عند المواطن وتشويش على الكادر الصحي، فنطالب بلجنة تحقيقية تظهر العدد المصابين بالحقيقة. خلي ينطون أرقام صحيحة، إذا أكو كورونا على مود ما نطلع احنا، لا نطلع لا نروح لا السوق لا شيء، على مود ما ننصاب وما نصاب عوائلنا ونجيب المرض العوائلنا. هسه بالنسبة للأرقام، أرقام هاي احنا متأكدين غير صحيحة الأرقام مالكم. خلي صرحونا بالحقيقة، أكو كورونا أقول أكو كورونا، ماكو كورونا أقولوا ماكو كورونا. في غضون ذلك دعت وزارة الصحة في إقليم كردستان إلى فرض حظر شامل للتجوال وإيقاف الدوام الرسمي جراء ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس. وكيل الوزارة راهيل فريدون أكد في تصريحات صحفية أن مجلس وزارة الصحة اجتمع وقدم توصيات إلى اللجنة العليا لمواجهة كورونا، الأولى هي الحجر الصحي العام لنحو 10 أيام، والثانية الحد من العمل في المكاتب والدوائر، وفي حال عدم الموافقة على فرض الحظر الصحي فالاقتراح الثاني سيكون وقف حركة التنقل بين المحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد اللقاحات إلى 2 و3 أضعاف خلال الأسابيع القليلة المقبلة. على الرغم من بدء الامتحانات، ما زالت أصوات الطلبة وأولياء الأمور مرتفعة مطالبة بتحويل الامتحانات من حضورية إلى إلكترونية، لا سيما مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. رغم كل المناشدات الطلابية لوزارتي التعليم العالي والتربية، إلا أن الأخيرتين لم تصغيا لها، فبعد يوم امتحاني مليء بالإخفاقات والفشل لوزارة التعليم العالي، تأتي مناشدات أولياء أمور طلبة مرحلة الثالث متوسط لوزارة التربية كي تجعل الامتحانات النهائية إلكترونية لا حضورية. إحنا كأولياء أمور طلبة حالياً
نطالب بأن تكون عن طريق الإنترنت. وطبعا هذا المطلب ليس مطلب شخصي أو داخل العراق فقط، بل إنه مطلب عالمي بسبب التحذيرات اللي حذرت منها منظمة الصحة العالمية بسبب انتشار هذا الوباء اللعين، وحرصا منا على سلامة أبنائنا وسلامة طلبتنا. سلامة أبنائنا الطلبة أهم من كل شيء. نخاطب وزير التربية ونخاطب وزير التعليم العالي ونخاطب وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية باتخاذ قرار يفصح ما بين الرصانة العلمية وبين سلامة أبنائنا الطلبة فلذات أكبادنا. ارتفاع درجات الحرارة فوق المعقول وتفشي الوباء بشكل مخيف وانعدام التيار الكهربائي عوامل لم تجدي نفعا في مراعاة أمور الطلبة من قبل وزارة التربية التي تصر على إجراء الامتحانات حضوريا. وزارة التربية إلى الآن قرارها أن يكون الامتحان حضوري وفي الأول من شهر آب بالنسبة للصف الثالث المتوسط والحادي والعشرين من آب بالنسبة للصف السادس الإعدادي. ارتفاع درجات الحرارة، هذه درجات حرارة العراق وليس بالجديد أنه اليوم درجات الحرارة. نعم ممكن تكون أنه الامتحانات لم تكن في مثل هذه الظروف، بالتالي هي أربع امتحانات أيضا بما يخص الصف الثالث المتوسط. هذا وتشهد الباحة الأمامية لمبنى وزارة التربية بين حين وآخر احتجاجات ينظمها غاضبون من الكوادر التدريسية بسبب أداء القائمين على هرم الوزارة، مطالبين بضغط اللجان المعنية بمجلس النواب لجعل الامتحانات إلكترونية وتجنب الخطر على شريحة كبيرة من الوباء. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي. أهلا بك دكتور هيثم. دكتور هيثم، أعداد الإصابات كبيرة جدا، لماذا هذه الزيادة؟ نعم مساء الخير على حضرتك. أهلا بك. شكرا استضافة وتحياتي لمشاهدي القناة في كل مكان. أكيد طبعا هذا الارتفاع كان له أسباب، والأسباب يعني هي دخول العراق الموجة الثالثة مثل كل دول العالم. نعم. وأيضا كل دول العالم شهدت زيادة، كذلك دخول المتحور الجديد متحور دلتا الذي يتصف بمواصفات سرعة انتشار وسرعة عدوى وكذلك ضراوة أكثر من غيره من الأجيال أو السلالات التي ظهرت. يضاف على ذلك موضوع حقيقة عدم الاهتمام من ناحية المواطن والمجتمع بأمور الوقاية، وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهي أهم نقطتين حافظت بها كثير من دول العالم على هذا الموضوع. أيضا موضوع اللقاح موضوع مهم جدا. إلى فترة قريبة جدا كان المواطن العراقي لديه عزوف عن أخذ اللقاح، وهي الأسباب كلها وغيرها تضافرت وسببت هذه الزيادة في عدد الإصابات. نعم. ماذا عن السعة الاستيعابية في المستشفيات دكتور هيثم؟ والله حقيقة هي كانت سعة جيدة وعدد الأسرة كان كبير يعني فارغة، كذلك ردات عناية مركزة كان لدينا سعة أيضا بها، لكن أكيد يعني كنتيجة حتمية لزيادة عدد الإصابات وزيادة الحالات الوخيمة أو الشديدة راح يتم إشغال هذه الأسرة، وبالتالي نحن الآن في حرج. عدد يعني الأسرة قد لا يكفي إذا استمرت هذه الحالة واستمرت زيادة عدد الإصابات. نعم. وقد يكون النظام الصحي في أي دولة في العالم ليس لديه القابلية المطلقة. نعم. لاستيعاب عدد الحالات. نعم. طيب أيضا دكتور هيثم، يعني هل هناك بالتالي توجه لدى المواطنين لتلقي اللقاح خاصة مع دخول الموجة الثالثة كما تفضلت وارتفاع عدد الإصابات؟ نعم، هو الحمد لله احنا لاحظنا بالفترة الأخيرة صار تغير، يعني صار توجه عند المواطن بهذا الموضوع، وبالتالي يعني عدد الملقحين اللي لاحظناه اليوم وصل إلى 80,000 ملقح بعد ما كنا لا نصل إلى 20,000 ملقح باليوم. فإذا صار وعي عند المواطن في موضوع اللقاحات، وصار وعي في موضوع انتشار المرض، واكتشف المواطن أنه بعض الأصوات النشاز التي كانت تضلله حول موضوع اللقاح وحول موضوع الكمامة كانت هواء في شبك، وأدت إلى زيادة عدد الوفيات في المجتمع العراقي وإلى زيادة عدد الإصابات. والآن المواطن يستمع
إلى المنطقة العلمي، وبالتالي صار توجه كبير جدا من المواطنين على اللقاح. نعم. مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا دكتور. الأخبار مستمرة. في الوقت الذي انتشرت فيه دعايات الإعمار والمنجزات كالنار في الهشيم، كانت مناطق الأنبار تعاني من قلة المراكز الصحية، مناطق سكانها بالآلاف تفتقر لمركز صحي يسعف حالاتها الطارئة ويداوي مرضاها. لم تغب فهي حاضرة في ذاكرة العراقيين شكائر شومر، واحدة من أفضل التبوغ في العراق من خلال اعتمادها على معدات من أحدث المصانع العالمية وأبنية كاملة المواصفات وجودة خاضعة للفحوصات والسيطرة النوعية. عندنا أكثر من 5 خطوط تنتج سجائر سومر بقياسات يعني بأحجام مختلفة. السجارة تعرف السجائر تكون يعني بحجم صغير هو نانو وسليم وسجائر الكينج. الجميع هنا يعمل كخلية نحل ولساعات طويلة من أجل إنتاج تبوغ عالية الجودة وبمواصفات تضاهي المستورد أو أفضل، فضلاً عن أنه يرفد خزينة الدولة بالأرباح ويقلل من نسب البطالة بين الشباب من خلال الاعتماد على الأيادي العراقية. السجائر الأجنبية تدخل للعراق، وين المردود مالتها الماء؟ يخرج خارج العراق. عكسنا، أنه أولاً راح يشغل أي عاملة عراقية، وهذا راح يفتح بيته ويفتح يعيش جهاله، تعرف هذا رزق وسفرة ممدودة العالم كلها تاكل بيها، وخاصة الشباب هنا. الأموال راح تجي وين؟ تدخل للخزينة، لأن هذا مصنع عراقي 100%. ويطمح القائمون على مصنع سجائر سومر بإعادة الثقة بالمنتج المحلي ورفع عدد المصانع والدخول بالمنافسة مع المستورد بشكل أكبر. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. أفادت مصادر مطلعة أن مرشحي ونواب جهة سياسية متنفذة يستحوذون على دوائر حكومية في المحافظات المحررة ويجيرون أعمالها في الدعاية الانتخابية. كشفت المصادر لقناة الفلوجة أن مرشحي ونواب حزب متنفذ أصدروا توجيهات لعدد من الدوائر الحكومية في محافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى وديالة بالامتناع عن استقبال أي مرشحين منافسين ينتمون لتحالفات انتخابية أخرى، والامتناع عن أي خدمات يقدمها هؤلاء المرشحين إلى جمهورهم في المناطق المحررة، في وقت دعت أوساط شعبية ونيابية رئاسة الوزراء إلى ضرورة مراقبة أعمال تلك الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى فتح تحقيقات بأداء مديريها العامين تجاه خدمة المواطنين. تتعرض النساء في ديالى لمضايقات ومساومات من قبل بعض الموظفين كما تؤكد الشرطة المجتمعية، في حين اعتبر الناشطون أن تحول الدوائر إلى أوكار فساد حزبية وغياب المحاسبة والعقاب السبب وراء ذلك. للمطلقات والأرامل قصة معاناة ليس بفقدان المعيل فحسب، بل تعدى ذلك إلى المضايقات ومساومات من قبل بعض الموظفين في دوائر الدولة. تقول أم جاسم أنها إحدى النماذج التي تتعرض لتلك المضايقات، مما أجبرها على ترك المعاملة حفاظا على كرامتها من قبل بعض ضعفاء النفوس. المرأة المطلقة أول أرملة يأخذون عليها صيغة ما حلوة، يعني الشيء مقابل الشيء، ما حد يمشي شغلها. ليش؟ يعني هي جرمت من صارت مطلقة وأرملة؟ يعني إلى متى يظل هذا التحرش بالأرملة أو المطلقة؟ تعبنا بزعنا من هذا الموضوع. من الابتزاز الإلكتروني إلى الواقعي، هكذا وصف أهالي ديالى تصرف بعض الأشخاص وأصحاب القرار لنساء المحافظة، فيما تحتكر بعض الجهات المتنفذة أعمال ومشاريع بعض الدوائر لمصالحها الشخصية والحزبية. وللأسف اليوم تعدى الابتزاز الإلكتروني، صار ابتزاز واقعي بحياتنا العامة. إذا نشوف أغلب دوائر الدولة ممكن نلقي بها ابتزاز، هذا الشيء صراحة إذا نرجع أسبابه فبسبب الفقر، العوز، أو الضئيلة الأخلاقية اللي موجودة ببعض النفوس اللي
تسوي لنفسه أنه هو يستغل المقابل أو يطلب مقابل حتى يكملها مثلا معاملتها. الشرطة المجتمعية رصدت عدة حالات داخل دوائر الدولة، وهناك تعاون مع هذه الدوائر للحد من هذه التصرفات الفردية والتي ساهمت بشكل واسع من الإساءة للكثير من نساء العراق ومنها ديالة. نعم، الشرطة المجتمعية أيضا نعمل على يعني إعطاء ندوات ومحاضرات لداخل المؤسسات الحكومية والوزارات للحد من حالة التحرش بالنساء أو ابتزاز نتيجة أو مقابل يعني مقابل قضاء حاجتهن أو تمشية معاملاتهن. كثير من النساء اشتكن من هذه الظاهرة. اليوم احنا نعمل مع المؤسسات الحكومية حتى نحد من هذه الظاهرة التي بالتأكيد غريبة على مجتمعنا، غريبة على تقاليدنا وقيمنا. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مصانعها كأنها خلية نحل تعمل لإنتاج تبوغ عالية الجودة تضاهي المستورد. سجائر سومر علامة تجارية عراقية تبذل جهدها لإعادة الثقة بالمنتج الوطني. لم تغب، فهي حاضرة في ذاكرة العراقيين. سكائر سومر واحدة من أفضل التبوغ في العراق من خلال اعتمادها على معدات من أحدث المصانع العالمية وأبنية كاملة المواصفات وجودة خاضعة للفحوصات والسيطرة النوعية. عندنا أكثر من 5 خطوط تنتج سجائر سومر بقياسات يعني بأحجام مختلفة. الجيجارة تعرف السجائر تكون يعني بحجم صغير، هو نانو وسليم، وجيجارة الكينج. الجميع هنا يعمل كخلية نحل ولساعات طويلة من أجل إنتاج تبوغ عالية الجودة وبمواصفات تضاهي المستورد أو أفضل، فضلاً عن إنه يرفد خزينة الدولة بالأرباح ويقلل من نسب البطالة بين الشباب من خلال الاعتماد على الأيادي العراقية. السجائر الأجنبية تدخل للعراق، وين المردود مالتها المائي؟ يخرج خارج العراق. عكسنا، إنه أولاً راح يشغل أيد عاملة عراقية، وهذا راح يفتح بيته ويفتح يعني جهاله. تعرف هذا رزق وسفرة ممدودة، العالم كلها تأكل بيها، وخاصة الشباب هنا. الأموال راح تجي وين تدخل؟ تدخل للخزينة، لأن هذا مصنع عراقي 100%. ويطمح القائمون على مصنع سجائر سومر بإعادة الثقة بالمنتج المحلي ورفع عدد المصانع والدخول بالمنافسة مع المستورد بشكل أكبر. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. في سابقة خطيرة، مسيرات تخترق جدار النجف الأمني لأول مرة منذ 2 عقدين، 3 ضربات جوية تستهدف مخزنا للعتاد. قمة الكاظمي وبايدن على صفيح الصواريخ، إعلان وشيك بتحويل المهام القتالية إلى استشارية، سيناريو أفغانستان لا يتكرر. بين جرف وجرف، عزم يمد جسور والآخرون ينشغلون بالصخور، الخنجر يؤكد لا حياد عن ملفات النازحين والمغيبين. كورونا يخترق مناعة العراق ويسجل الحصيلة الأعلى، 12,000 إصابة، وشبح الحظر الشامل يحوم في المحافظات. 3,000 عائلة بلا مشفى في 7 كيلو، المرضى يقطعون 5 كيلومترات للعلاج ويتساءلون أين مخصصات الصحة. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.